اجمل حاجه في الدنيا ان يبقى اللي في المطبخ زميل من زمايلك وفهمانه وفاهمه الشغلانه، فالموضوع ايه بيبقى ظريف جدا. رغده شالوب النهارده جبناها من التصوير ونلعب هتطبخي يا رغده. تعالت وانا جايه بقى اشتغل بلقمتي، ده اللي انا هعمله، هشتغل في لقمتي قبل التصوير. تخلصي الاكل دلوقتي حالا. لو سمحتي لو سمحتي. مساء الخير. مساء النور عليك يا وفيده. ازيك يا سهير؟ ازيك يا رغده؟ انا كويسه. وانتوا عاملين ايه؟ والف مبروك، ده فعليا من داخل البرنامج. انت نورتينا وشرفتينا. بتحبي اسم راغدة ولا ليكي دلع؟ يعني راغدة رغود، رورو، رغدة، رغد، اللي انت عاوزاه. رغدة ده اسم حلو على فكرة. بس انا الحقيقي المظبوط راغدة. انا فاهمة كل التنوعات حلوة، بس انا بتكلم راغدة ده يلا خفيف ولطيف. دلعيني خلينا رغد نشاب دلوقتي. رغد رغود ايه يا حبي؟ يلا معاكي. ايه بقى؟ عشان انا عارفة ان انت حاجة في جبنة في الليلة. فانا عايزة اعرف جبنة الفتة. انت هتعملي ايه بالظبط؟ هعمل سباجيتي مع الفته والطماطم. الجبنه؟ الجبنه بيضة؟ الجبنه البيضاء. يعني انا طول عمري بعرف الجبنه الجبنه. لا لا هتشوفي حاجات. انا متاكده اديني. بالفعل هي على فكره الاكل كتير سهل. وايزي. انا بعرف الستات بيشتغلوا وبيخرجوا فما بيلحقوش، دي بتاخد كلها على بعض 10 دقائق. طب يلا طبقي. أوكي. الاول مكرونه. جيبي لي البيركس بالاول. هنبتدي بالبيركس. بيركس يعني مش كتير يعني، كنت بقول لها لا اتفضل لا مفيدة قبل الهوا يعني. انا تقولي لي الوصفة تتعمل ازاي، اعملها في وقتها وبعدين خلاص انسى، الا دي اهون حاجة حفظتها. يلا هنجيب الطماطم. ماشي. اوكي فينا نعمل طماطم حتى الكبيرة ما فيها مشكلة. دي طماطم ايه؟ تشيريز. تشيري حط عليها ايه بقى؟ هقول لك شكلهم. احنا مجهزين طبعا الموضوع. اوكي اوكي. احنا مش مجهزين جزء مجهزين عشان نكسب وقت صح؟ اوكي نجيب 250 جرام من الطماطم. اوكي اوكي. وبعدين 500 جرام او 250 جرام من جبنه الفته. بس كده وخلاص؟ بس كده خلاص. اعطيني الزيتون، زيت الزيتون. اعطيكي زيتون. زيت الزيتون. اعطيني زيت الزيتون ما تتباهي. اتفضلي. زيت الزيتون قاسم مشترك في المطبخ اللبناني والسوري الشامي عامه، مش كده؟ حتى ايطاليا كل هذا البحر لوحدها طبق. وهي كده حطينا زيت الزيتون. ملح. ملح حاضر. وفلفل. فلفل. ملحك. احنا بنحب طبعا اللهجه اللبناني واللهجه السوري. هلا هيدا الملح هيك اهون نعملها. دخيلك يا رغده حطي ملح. رح احط ملح. دخيلك. بتحبوا الملح كتير ولا قليل؟ لا ما هي جبنه فيتا فاحنا خففي ملح. فاهمة. انا عايز اسألك سؤال، انت عندك بنوتة؟ عندي بنوتة. اسمها؟ ناي. ناي؟ ناي. اعطيني الناية واغني. اعطيني الناية واغني صح. انت بجد بجد مسميها على اسم اغنية فيروز؟ ناي. لا ما هو مش فكرة الاغنية. مش فكرة الاغنية. الاسم حلو ناي. طب بحب الاسماء. وهي فاهمة فاهمة الخصوصية بتاعت آلة الناي؟ هي انا بقول لها كان لازم اسمي، انا كان لازم اسمي طبله. هي طول الوقت تقول انا غلطت بس بالتسميه، كان لازم طبله.